السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نشرح الصفحة 12 من الكتاب المدرسي لغة إنجليزية لسنة الرابعة متوسط. I listen now to the English Tourist Guide Part 2 and copy the correct answer into my copy book. راح نعود نستمع للتوريست جايد ونجيب الإجابة الصحيحة. Big Ben is normally the name of London's famous clock, its famous clock tower or the bell inside it. إذن Big Ben هي التسمية نتاع وشنو؟ هي تسمية London's famous clock and the bell inside it. هذو هما الإجابتين الصحيحتين. I listen again to the English tourist guide part 2 and copy the two correct answers into my copy book. راح نعود نستمع ونخرج الإجابتين الصحيحتين من هذه الخمس إجابات. Big Ben was named after the famous English boxer Ben Count because it was not very big. It was very big like the heavyweight boxer. Sir Benjamin Hall's name was Big Ben. Ben Count's name was Big Ben or Ben Count's nickname was Big Ben. إذن وراهم هنا الإجابتين الصحيحتين، بعد ما تستمعوا رايحين تستخرجوهم. إذن هنا الإجابتين الصحيحتين هما B It was very big like the heavyweight boxer and E Ben Count's nickname was Big Ben. إذن هذين الإجابتين أو هاتين الإجابتين هما الصحيحتين. I listen again to the English tourist guide part 2 and check my answers. Then I work with my partner and we discuss our answers in tasks 5 and 6. الحين تعاودوا تسمعوا to the tourist guide وتصحوا الإجابة نتاعكم، ومن بعد تخدم أنت وزميلك تصحوا لبعضكم tasks 5 and 7 اللي كانوا حول البيج Ben is normally the name of and Big Ben was named after the famous English boxer Ben Count because. Okay, رايحين تعاودوا تشوفوا الأجوبة انتحكم إلى كانت أجوبة صحيحة أو خاطئة، وتتبادل أنت وزميلك وتصحوا لبعضكم ولا تشوفوا الإجابات انت بعضكم البعض. Okay. إذن عدنا task 8. I listen now to the English tourist guide part 3 and complete the table in my copy book. هنا عندكم task 8، راح نعاود نستمعوا للtourist guide part 3 ونكملوا جدول. إذن عندكم جدول رايحين نكملوه مع بعضنا بعد ما نستمعوا إلى المرشد السياحي. رايحين نستمعوا لبارت 3 الجزء الثالث من مكالمة أو محادثة أو الحوار اللي داروا هذا المرشد السياحي مع السياح نتاعو. كل ما عليكم أنكم تديروه أنكم تستمعوا بانتباه وتكملوا الجدول اللي راهو قدامنا اللي رايح نحطه لكم الآن اللي راهو في الصفحة 12 من الكتاب المدرسي لغة إنجليزية. إذن تبعوا معايا بحذر، رايحين نقرأ الجدول اللي رايح نحطه لكم الآن راهو قدامكم. شوفوا معايا. Names of Big Ben's designers. راحين تخرجوا names، معناتها names عندنا الجمع الأسماء، معناتها حنخرجوا أسماء تاع شخصين فما أكثر أو شخصين فقط. Names of Big Ben's designers. First time Big Ben chimed. First word broadcast of Big Ben's chimes by the BBC. Big Ben's weight. Big Ben's height. Big Ben's diameter and Big Ben's hammer's weight. هنا رايحين نستخرجوا هذه المعلومات تخص البيج بان، تخص البيج بان. إذن قال لك names of Big Ben's designers. إذن هنا اللي صمو البيج بانز عندنا إدموند باكيت أند إدوارد دانت. رايحين تلقاو الإجابة في آخر الفيديو وتعمروا الجدول على حسب الأرقام. عندنا first time Big Ben chimed عندنا on 11th July 1859. عندنا first word broadcast of Big Ben's chimes by the BBC كانت in 1932. Big Ben's weight شحال توزن 13.7 tons and Big Ben's height الطول نتاعها 2.2 meters tall. وعندنا Big Ben's diameter 2.7 meters and we have Big Ben's hammer's weight اللي توزن
200 كيلوز. إذن الإجابة راهي قدامكم هنا، يا راح نتعمروا الجدول بالإجابة الصحيحة. أوكي، عندكم كل ترقيم قدامه الإجابة نتاعو، ومن بعد آي لسنقان تعودوا تستمعوا وتصحوا، ومن بعد تزيدوا تستمعوا وتصحح أنت وزميلك. عندكم تاسك 11، I use the information from the table and write a short paragraph about the Big Bang in my copy book. أوكي، عندكم فقرة راح تكتبوها على البيج بان. عندكم هذا العمل راح تديروه وحدكم هكا باش نفهم ونعرف باللي استفدتوا من الشرح ومن الدرس. إذا نتلاقاو في الدروس القادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه.